اهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي واجه الصحافه وحلقه هذا الاسبوع تاتيكم تحت عنوان الذكرى السابعه لافتتاح قناه السويس الجديده واهميتها كمركز لوجستي عالمي الخميس الماضي حلت الذكرى السابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة ذكرى يوم لن تنسى الذاكرة المصرية من بين أيام القناة المجيدة فمن يوم افتتاحها في عام 1869 إلى يوم تأميمها في عام 1956 يأتي يوم السادس من أغسطس من عام 2015 ليحفر بأسطر من ذهب تاريخا مجيدا ساطعا للقناة يبقى مطبوعا في وجدان الشعب المصري ومحفورا في ذاكرته بعد ان استطاع بعزمه وعزيمته واصراره ان يحقق المعجزه بامواله التي جمعها لحفر القناه الجديده وبالاعجاز الهندسي الذي نفذته وانجزته سواعد ابنائه من العمال والمهندسين والفنيين وفي عام واحد فقط إذا موضوع حلقة هذا الأسبوع الذكرى السابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة مع ضيفين كريمين هما كل من المهندس محمد شيرين النجار استشاري دولي في النقل البحري ومستشار غرفة الملاحة الدولية في مصر ونرحب بك يا باشمهندس شرفتنا أهلا وسهلا والأستاذ الدكتور خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اهلا بك يا دكتور خالد شرف اهلا وسهلا بحضرتك هنستاذن حضراتكم نتعرف على اهم ما جاء في الصحافه المصريه الصادره مؤخرا عن هذه الذكرى الهامه مع مشاهدينا الكرام وبعد هذه القراءه الصحفيه المعتاده مشاهدينا الكرام نعود لضيفينا الكريمين لبدء الحديث والنقاش حول هذا الموضوع ارجو ان تبقوا معنا من جديد لحضراتكم التحيه ونبدا قراءتنا الصحفيه من صحيفه اليوم السابع التي جاء في احد عناوينها رئيس غرفه الملاحه ببور سعيد مصر قادره على قياده العالم بالاقتصاد الازرق. قالت التفاصيل بعد سبع سنوات من ازدواج قناه السويس نستطيع القول انه يوجد العديد من المؤشرات الايجابيه منها زياده الايرادات وبالتالي زياده العمله الصعبه في هذا الوقت الصعب من التحديات العالميه ورغم أن الاقتصاد العالمي منهك ولكن الاقتصاد المصري لديه نقطة مضيئة وهي قناة السويس خاصة بعد ازدواجها وأعمال التطوير التي تتم بها والتي سمحت بعبور لعدد أكبر ولفئات أعلى من السفن العالمية. نذهب إلى صحيفة الشروق الذكرى السابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة عبور 89 سفينة بحمولات قدرها 5.2 مليون طن. الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس يؤكد ان حركه الملاحه بالقناه سجلت في يوم واحد اعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخ القناه بعبور تسع وثمانين سفينه من الاتجاهين دون انتظار بحمولات صافيه قدرها مليونان ونصف المليون طن وبلغ عدد السفن العابره للقناه من اتجاه الشمال 44 واربعين سفينه بحمولات صافيه قدرها ثلاثه ملايين طن اكبرها سفينه الحاويات العملاقه كوسكو سيبنج بيسيز بحمولة كلية قدرها 202 ألف طن نتحول إلى صحيفة أخبار اليوم اقتصادية قناة السويس تحتفل بمرور سبع سنوات على إنشائها تمتلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقومات جغرافية وإمكانات تؤهلها لمنافسة المناطق الاقتصادية العالمية فما تملكه من ستة موانئ تابعة مطورة وفق أحدث المعايير العالمية واربع مناطق صناعيه مرفقه ببنيه تحتيه قويه بينها منطقتان متكاملتان بالسخنه وشرق بورسعيد جعلها الوجهه الاستثماريه المفضله للعديد من الاستثمارات الاجنبيه. نعود الى اليوم السابع قناه السويس الجديده ملحمه وطنيه ومعجزه ابهرت العالم. الذكرى السابعه لافتتاح قناه السويس الجديده في السادس من اغسطس من عام 2015 تعد ملحمه وطنيه سطرها المصريون وقائدهم الرئيس السيسي الذي حول الحلم الى حقيقه ومعجزه في عام واحد فقط منذ الاعلان عن تدشين المشروع في الخامس من اغسطس من عام 2014 ليقف المصريون على قلب رجل واحد لتمويل المشروع وجمع تكلفه انشائه في اقل من اسبوعين. في صحيفه المصري اليوم سبع سنوات تنميه واستثمارات اقتصادية قناة السويس تكشف خطواتها لتحقيق استراتيجية 2030 فقد عملت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2020-2025 بمراحلها جميعا بدءا من مرحلة الاعداد 2015-2020 وهي مرحلة تأسيس البنية التحتية للهيئة بموانئها ومناطقها الصناعية التابعة وقطعت شوطا طويلا في تطوير وتجهيز الموانئ وفق أحدث النظم العالمية وإمدادها بالمرافق اللازمة نختتم من صحيفة الدستور تقرير بريطاني اقتصادية قناة السويس تتوسع في الهيدروجين الأخضر فقد سلط الموقع العالمي الضوء على الاتفاقية التي وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة رينيو باور الهندية حيث وقع طرفان مذكرة تفاهم مع الصندوق السيادي لمصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئه الطاقه الجديده والمتجدده لبدء مشروع بقيمه 8 مليارات دولار لانتاج مليار و220 الف طن من الهيدروجين الاخضر وسيتم انشاء المصنع مبدئيا على مساحه ستمائة الف متر مربع في منطقه السخنه بالمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس هكذا تكون قراءتنا الصحفيه انتهت بعد الفاصل نبدا النقاش والحديث مع ضيفينا الكريمين ارجو ان تبقوا معنا من جديد لحضراتكم التحيه والتحيه موصوله للمهندس محمد والدكتور خالد واسمح لي ابتدي مع حضرتك يا يعني في وصف مبدئي لقناه السويس الجديده وافتتاحها هل يمكن القول بانه فعلا عمل معجز وانجاز اعجازي ام انه في ذلك قدر من المبالغه؟ احنا عايزين نعرف قناه السويس الجديده مجددا تذكره في مناسبه الذكرى. اولا قناه السويس كان لازم يحصل فيها التطور دهوت. لما قبل الافتتاح باسبوع كان في زياره لوفد غرفه الملاحه الدوليه وكان من ضمن اللي موجودين كان رئيس هيئه اللويدز العالميه لتصنيف السفن. وكلهم اجمعهم في مؤتمر الصحفي وبيقولوا ان اللي احنا شفناه النهارده احنا كنا جايين مصر متصورين انكم بتعملوا تفريعه صغيره ولا بتساوم ولا بتعمقوا حته ولا كلام من ده لكن في الواقع اللي شفناه النهارده كان معجزه هندسيه بكل المقاييس اولا معلش اسمح لي صح حضرتك قناه السويس ما اتحفرتش في سنه اتحفرت في 11 شهر بس الشهر الاخير كان شهر التجربه تجارب كلها لكن هي كانت جاهزه من 11 شهر تمام آه لكن الفكرة ده كان مخطط برضه يا باشمهندس على سبيل م. انه يكون في تجربه قبل الافتتاح الرسمي اكيد طبعا م. اكيد بس الفكره المجهود والشغل ال كله اللي تم في 11 شهر مش تم 11 شهر, في تم 12 12 شهر, شهر مش في 12 شهر دي اول حاجه ثاني حاجه الـ الاصوات وال والمهاطرات اللي كانت بتقول ايه لزمتها وايه لزمتها لزمتها هو النهارده لسه في التقرير اللي حضرتك بتقوله 89 سفينه مرة في قناه السويس، والرقم ده هيزيد وهشرح لحضرتك ليه هيزيد. لو كانت القناه ما اتطورتش بالصوره دهيت يبقى ما كانش ممكن ابدا يحصل الكلام كنا هنيجي كانت بقى قناه السويس بدل ما هي شريان حيوي كانت بقت عنق زجاجه للنقل البحري على مستوى العالم. لما نيجي نقول قناه السويس منتظر في المستقبل ان الترافيك يزيد اه هيزيد وهيزيد زيادة كبيرة كمان مش زيادة صغيرة. السبب اللي جاري حاليا في اوكرانيا. طبعا في عقوبات على روسيا وممنوع الغاز والكرود اويل ما بيتنقلش من روسيا، روسيا بالطبع بتدور على منافس ثانية لانتاجها وبالتالي بتشحن الكرود وبتشحن الغاز وبدأ ينزل يروح على الصين وعلى الهند. هيروح ازاي؟ هيمر في قناة السويس. دي كانت بضاعة ما بتعديش في قناة السويس فدي إضافة الجزء الثاني ان الغرب بيحاول يستع... يستعيد عن الكلام اللي هو فقده من روسيا بانه هو يدور على اماكن انتاج بترول تانية وهي الخليج الخليج العربي عموما والسعودية بصفة خاصة وبالتالي هيطلعهم شمالا يروحوا اوروبا طيب احنا عملنا عملية تبادل يعني بدل ما كل الـ الـ الكرود اللي بيروح على من 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 السعوديه والخليج بينزل على الصين وعلى اليابان لا هيبتدي يطلع على اوروبا والروسي هيرجع يخش كل على اوروبا عظمت من قيمه قناه السويس بالاجمال اكتر وعظمت من اهميه قناه السويس الجديده طبعا. احنا دايما في البدايه بيكون لنا اسئله استهلاليه وحضرتك اثرت نقاط مهمه كثيره من بينها يمكن الاهميه القصوى لقناه السويس في ظل الازمه الاقتصاديه العالميه المتاثره بازمه اوكرانيا واهميتها كممر لوجيستي ايضا يعني واستراتيجي دي هنفرد ليها مساحه مع حضرتك لكن بعد قليل لانه حابب برضو اعرف يا دكتور خالد رايك مبدئيا وصفك لفكره جمع ما كانت تحتاجه حفر قناه السويس الجديده من أكثر من 60 مليار في عدد أيام معدود أفتكر كان وقتها 8 أيام لكن في كل الأحوال لم يكمل الأسبوعين والمصريين جمعوا وقدروا يجمعوا هذا المبلغ يعني كيف تابعت وقرأت هذه اللقطة وهذه اللحظة الحقيقة أنا ببص للموضوع ده من زاويتين مختلفتين زاوية على المستوى الداخلي على مستوى الدولة ومدى الولاء للمصريين لمشروع قومي طبعا بيعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسية للدولة وزاوية تانية مهمة جدا أن الرقم الحاج بتقوله اللي هو المليارات اللي احنا بنجمعها قناة السويس كممر مالحي هو في الأخر بيخدم تجارة وهي تجارة العالم كلها وتجارة دولية. لو بصينا على قيمة هذه التجارة بتريليونات الدولارات اللي موجودة، شوف البضائع اللي كانت على ظهر السفن المنتظرة في واقعة ايفر جيفن اللي موجودة بتشير إن التطوير المستمر ومهما كانت تكلفة هذا التطوير هو في الأخر بيخدم قيمة اقتصادية أكبر، بيخدم تجارة دولية أكبر، بيخدم بقعة جغرافية ومناطق جغرافية شاسعة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب الموجود، وبالتالي أنا بصيت لها على إن هذا الإستثمار وهو استثمار على فكرة 60 مليار هو استثمار في مشروع اقتصادي عالمي دولي بي بيدر دخل على مستوى الدولة وكمان بيساهم في خدمة تجارة أكبر وقيمة اقتصادية أكبر على مستوى العالم. كل ده كان ضرورة والكلام اللي حضراتكم بتقولوه بيؤكد ده، هنستاذن حضراتكم نتابع تقرير معكم ومع مشاهدينا الكرام، وبعد هذا التقرير نستانف الحوار، أرجو أن تبقوا معنا. في السادس من أغسطس عام 2015 دون المصريون سطرا جديدا في تاريخ مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة التي كانت حلما تحقق خلال عام واحد فقط وسط ذهول العالم. تحدٍ خاضه المصريون تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الممر المائي العملاق هو أحد أذرع مصر القوية التي نحتفل بمرور سبع سنوات على افتتاح قناته الجديدة التي باكتمال المنطقة اللوجستية التابعة لها ستغير وجه الحياة في إقليم قناة السويس مع توفير ملايين من فرص العمل. وتعتبر قناه السويس شريانا حيويا ومهما وقاطره تنميه تدفع عجله الاقتصاد القومي لتحويل مصر الى مركز تجاري ولوجستي عالمي ورغم الازمات العالميه المتلاحقه مثل جائحه كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه وازمه الصين وتايوان فان محور قناه السويس شهد طفره نوعيه غير مسبوقه وقد تحولت قناه السويس من معبر تجاري ذي اهميه استراتيجيه واقتصاديه هائله في حركه التجاره العالميه الى مركز صناعي لوجستي عالمي للامداد وتموين النقل والتجاره كما شهدت السنوات السبع الماضيه سلسله من المشروعات القوميه في اطار خطه التنميه الاقتصاديه التي غيرت معالم المنطقه على ضفتي المجرى الملاحي للقناه ما شكل نقلة نوعية واستراتيجية شاملة في ذلك الموقع الفريد بالنسبة للعالم وبما يحظى من أهمية واهتمام بالغ، وقد أكد الخبراء والمختصون أن أهمية قناة السويس الاقتصادية تجلت بوضوح بالنسبة لحركة التجارة العالمية ومدى التأثير عليها، خاصة في ظل واقعة جنوح الحاوية البنمية العملاقة ايفر جيفن بالقناة. كما ان قناه السويس الجديده حققت عشرين فائده اقتصاديه وسياسيه لمصر ولحركه التجاره العالميه والاقتصاد العالمي بشكل عام في مقدمتها زياده الدخل القومي والاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر ومضاعفه حركه المرور اليوميه للسفن فضلا عن انعاش حركه التجاره الدوليه من جديد لحضراتكم التحية والتحية موصولة للمهندس محمد وللدكتور خالد وقبل ما ادخل في وصف القناة الجديدة او التفريعة على أهمية هذا المسمى كمان ووصفه بعدد الكيلومترات أو المشروعات المحيطة به حابب إن أنا أكمل في الجزئية اللي حضرتك أثرتها لأنه هي ليها أهمية كبيرة دلوقتي يا دكتور محمد يا باشمهندس محمد الموضوع المتعلق بتأثر التجارة الدولية وتأثر قناة السويس بالتبعية بالأزمة الاقتصادية العالمية أو بغيرها من الأزمات أوكرانيا كورونا غيرها ده ما ينفيش أهمية قناة السويس الممتدة طيلة الوقت يعني أنت مش بتشتغل علشان خاطر النهاردة هيعدي خمسين سفينة أو 100 سفينة أنت بتشتغل لأنه على المدى المتوسط والطويل لازم القناة تبقى صالحة للملاحة طول الوقت فمن هنا تنبع أهمية تطوير قناة السويس مش كده ولا طبعا اكيد وخلي بال حضرتك قناه السويس ما هياش مجرد احتكار عالمي لا في مجموعه من البدائل طبعا هي لا يعني ما توصلش لدرجه انها تكون منافسه قناه السويس مثلا خط القطب الشمالي اللي هو البولر روت البولر روت ده هو بيشتغل لو كان هيشتغل هيشتغل مثلا خمس ست أشهر في السنه ده لو اشتغل خمس ست شهور في السنه لانك انت بتعدي في جليد في الشمال آه وطبعا ده ده مش هو ما هوش الخط اللي, اللي ممكن يكون منافس بحد كبير، طبعا المسافه اقرب 14 يوم بين الشرق والغرب لو عدى من خلال القطب الشمالي ولكن لا ما يقدرش لان في اسباب كثيره جدا من ضمنها ان بيحصل التغيرات اللي بتحصل في المعدن نفسه في في درجات الحراره الواطيه قوي دهيت بيحصل فيها تشققات في المراكب، مراكب بتتبهدل لما بتعدي في المتاهه، والجو وحش وبيبقى ضلمه ونص السنه. يعني في في حاجات كتيره جدا بتخلي الروت ده محدود. الروت الثاني اللي هو كان عايزين يعملوه بيشرعوا فيه دلوقتي ايران بتشرع روت مسمياه النور ساوث كوريدور اللي هو بيطلع من سان بيترسبرج بينزل لغايه ايران وبعدين بالقطر. مهما كان مهما ك... ح... ح... شال احجام هيشيل حجم هيشيل وعشرين الف حاويه مفيش قطر هيشيل وعشرين الف حاويه فاحنا لازلنا احنا في المقدمه بس ده ما يمنعناش ان احنا نقول لا احنا لازم نكون مش بس في المقدمه بخطوه لا بخطوات م. او بكيلوات ليه لان كل يوم والتاني في حاجه جديده والتطورات في العالم اليومين دولت اصبحت سريعه جدا م. ولذلك بعد المركب ايفر جرين ايفر جيفن ما ما شحط في القناه في المنطقه دهيت لولا التطوير لولا تم تحريكها مش بس لولا لا المنطقه دي ما 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 طالهاش التطوير يعني المنطقه دهيت دي ادي منطقه بس كل اللوجستيات في المحيطه بالقناه خدمت في ده ساعدت في ده اكيد طبعا آه. طبعا بس انا اقول لحضرتك على حاجه يعني احنا قناه السويس المجهود اللي اتعمل في ايفر جيفن وتعويم ايفر جيفن بالصوره اللي عامت بيها ده يعتبر معجزه هندسيه الى حد كبير. مم. آه كان في آه اول ما المركب شحطت كل شركات الانقاذ العالميه قالت لك ايه المركب دي هتقعد لها اسابيع ان لم يكن شهور بالمنظر مم. ده، لان شحط من قدام وشحط من ورا، يعني شحط على الدفه وشحط على الـ 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 البوز من قدام او البروه من قدام. وسادد القناه عامل زي سد في القنال. آه لو كان حيفرغ الصبوره مية الصبوره اللي فيها اللي هي بتقلها تحت كانت وهيعومها كانت هتتقلب ليه لان هيبقى ال... ال... الظهر مركز مركز ال... الثقل كله هيبقى فوق فوق مش تحت فهتنزل لو كان هيتعافى يتعافى عليها ويسحبها بصوره كبيره وارد جداً وهي واقفه تميل على جنبها ما على دي كانت تتقطم وحرك متخيل بقى ما كنا هيطلع من ازمه الكارثه فمجرد ان هي قناه السويس وفي ست ايام عملت الـ الـ الإعجاز ده، ده في حد ذاته يدينا مؤشر إن هي قناة السويس، لا هيئة السويس فيها في ناس رجالة، ورجالة فاهمين هما بيعملوا إيه، تمام ومصريين على حق. تمام. آه دكتور خالد آه آه أظن يعني استكمالاً للبشمهندس محمد آه ما ينفعش العالم كله يتطور بحاوياته وبالبواخر والسفن والناقلات العملاقة وممر ملاحي كبير زي قناه السويس ما يبقاش مهيأ آه لعبور مثل هذه آه السفن. فأظن انه تطوير كان ضروره حتميه، يعني والقاعده التاريخيه بتقول من لا يتقدم يتأخر، يعني كانت تتحول بمرور الوقت لو تم اهمالها الى ممر لا تستطيع عبوره السفن. فقد كده كانت المسأله ضروريه ولا حضرتك شايفها ازاي؟ بص في جميع انماط النقل يعني سواء كنا بنتكلم على بحري او بري او سككي وخصوصا لو بنتكلم على قنوات ملاحيه زي قناه السويس. دائما في القنوات حضرتك بتبص على حاجتين اساسيين، على الترافيك اللي هو حركه المرور اللي موجوده اللي هي بتزيد مع زياده الطلب العالمي، مع زياده تعداد السكان، مع زياده حجم التجاره اللي موجود، والحاجه الثانيه نوعيه المرور نفسه. <applause> فما بتلاقي في زيادة في أحجام السفن هناك تطور كبير في أحجام السفن بشكل كبير جدا في زيادة في حجم المنقول ودي بتتطلب كمان من الإدارة القائمة على قناة السويس بعملية التطوير فأصبح التطوير هو ليس الضرورة هو أحد أساسيات إدارة المرفق وإدارة الممر الملاحي اللي موجود لازم يكون عناية وده اللي حاصل في قناة السويس احنا بنتكلم على قناة بقالها 153 سنة لو حضرتك بصيت على أطوال القناة لو بصيت على العرض لو بصيت على الغاطس للقناة هتلاقي ان على مدار الوقت دائما هناك عملية تطوير علشان دي أحد المتطلبات الأساسية لإدارة ما يسمى العبور اللي موجود في القناة السفن لما نبص عليها احجامها بتزيد بشكل كبير جدا خصوصا سفن الحاويات وحتى جميع انواع اقتصاديا لازم ده يحصل اقتصاديا تعداد سكان العالم بيزيد التجاره العالميه بتزيد النهارده بنتكلم على اكثر من 12 مليار طن هو حجم تجاره العالم المنقول بحر لو بصينا على اطوال السفن على العرض اللي موجود ده هنلاقيه مترجم في القناه سواء كان في ازدواجيه القناه في الشمال او حتى في المشروع الاخر هناك مشروع كبير جدا وهو تطوير القطاع الجنوبي للقناه مم. وعلى فكره بقى بقى يعني غاطس اكثر من طب قبل جزئيه دي بما أن اثرت حضرتك نفس النقطه المتعلقه بالتجاره الدوليه وحجم التجاره الدوليه المنقوله بحرا او بحريا يعني في قناه السويس وغيرها طبعا من بحار ومحطات العالم التجاره او الاقتصاد الدولي يعني دائما ما يتاثر بالازمات اللي بنعيشها في السنوات الاخيره يعني ربما ازمه كورونا جعلت من العالم يحجم بعض الشيء عن فكرة الاستيراد والتصدير تأثرا وخوفا من فكرة نقل الفيروس أو المرض ربما أزمة أوكرانيا نتيجة العقوبات أو الإجراءات المتبادلة جعلت برضو بعض التجارات تتوقف أو تكون أسواق رائجة لبعض الدول زي مصر مثلا في تصدير بعض الخضر أو الفاكهة أو الغاز أو غيره تفتكر أن قناة السويس ممكن تتأثر إيجابيا أو سلبيا هذه الازمات ازاي طيب بص الازمات دائما تؤثر وتتاثر طبعا على فكره آه على آه الممرات الملاحيه اللي موجوده حضرتك ذكرت آه جائحه كورونا وغلق الكثير من المصانع وخاصه في اسيا وخاصه في مصنع العالم اللي هو الصين بنتكلم آه على اسعار البترول والوقود بنتكلم على ازمه روسيا واوكرانيا بنتكلم على عجز رهيب موجود في الحاويات الفارغه هناك كثير من الازمات اللي موجوده هنا عشان نوضحها للساده المشاهدين هي مش بتوقف حجم التجاره او تقلل حجم التجاره لان هناك طلب موجود ولازم تلبيه واشباع حاجات السكان الموجودين في العالم. لكن هي بتغير من المسارات التجاريه اللي موجوده بتغير من الاسواق اللي موجوده شفنا شركات عملاقه كبيره في الاتحاد الاوروبي وفي امريكا وفي دول كثيره توجهت اثناء كورونا من الصين الى الهند. في ازمه روسيا واوكرانيا وخاصه في لا وفي كورونا اظن برضو انه التصدير المصري كان عالي نسبيا كان عالي جدا مم. في ازمه روسيا واوكرانيا هناك توجه كبير جدا الى دول زي رومانيا الى دول امريكا الجنوبيه مم. فاحنا بنتكلم على تغير في المسارات الملاحيه بنتكلم على اسواق ممكن الطلب كان عليها قليل بيزيد واسواق كان الطلب عليها بيزيد بتقل فهناك تغيير في انماط التجاره وليس في حجم التجاره الموجود ممكن يقل لكن ليس بالنسبه اللي تؤدي الى توقف التجاره والا آه. حاجه هتلاقي في مجاعات موجوده وفي كوارث موجوده وبالتالي هنا بتدور دائما المصدرين والمستوردين على اسواق مختلفه ومناطق جغرافيه لتلبيه احتياجات البشر هنرجع للنقطه المتعلقه بقى بالقناه ومع المهندس محمد ومع حضرتك ف يا باشمهندس المشروع كان عباره عن يعني فرع بطول 35 كيلو، إضافة إلى تعميق وتوسيع تفريعات البحيرات الكبرى بطول 37 كيلو، يعني الإجمالي كان 72 كيلو شغل، حضرتك قلت اشتغلناهم في 11 شهر. تمام. الرقم ده في 11 شهر حضرتك شايفه إزاي؟ يعني هل رقم طبيعي؟ هل مرة تانية بسأل السؤال هل رقم فيه إعجاز ما؟ شايف المسألة إزاي؟ هو في في إعجاز هندسي ان ان احنا ممكن طبعا صرف عليه كتير اكيد و بس قبل ما اقول صرف عليه كتير واسكت لا هو صرف عليه كتير وجاب كل مصروفه خلاص يعني نقدر نعتبر ان القيمه الدفتريه للقناه الجديده دهيت اصبحت صفر لأن الدفع كل ثمنها غطت مصاريفها كلها لكن لما نيجي نقول هندسيا هندسيا طبعا اي حاجه ممكن تتعمل يعني بالتكلفه على حسب التكلفة لكن لما تيجي نقول عملناها في 11 شهر اه مجهود ضخم اتبذل فيها مفيش كلام وحتى غرفة الملاحة زي ما قلت لحضرتك كلهم أجمعهم على ان ده اعجاز هندسي بكل المقاييس بس انا ليا تعليقنا هو للاسف بره مصر ما كانش حد يعرف عنها كتير حتى مجموعة غرفة الملاحة الدولية نفسها اللي جت تزور هناهوت قبل الافتتاح طب ايه المقصود ما كانش حد يعرف عنها كتير ما اقول لحضرتك يعني احنا عندنا يعتبر يعني في حفل عالمي يعني ما هو اتعملت في حفل عالمي في الاول اه لكن مين اللي في التمهيد فين ال فين الناس اللي كانت بتقول الكلام دوت احنا كنا بنشوفها في التليفزيون عندنا هناهوت باستمرار طب خليني اسال حضرتك سؤال يعني حضرتك من ما بدات آه وسؤال بصراحه عمر القناه الان الجديده سبع سنوات، هل يمكن القول بانه حظها يعني ما بين قوسين اذا كان التعبير ده مش دقيق يعني، ما كانش جيد جدا بالتزامن مع الظروف الدوليه والاقليميه المحيطه بها؟ لانه ربما من عام 2015 وجاي التجاره الدوليه تاثرت باسباب كثيره و و و وارتفعت اسعار سلع كثيره، وتم تغيير مسارات الملاحه البحريه بشكل كبير في اتجاهات عديده فهل تأثرت قناة السويس سلبا لسوء حظ لم يكن مسؤولا عنها التطوير بطبيعة الحال؟ هو شوف حضرتك البحر موج م. طالع ونازل م. الموجة بترفعك لفوق والموجة ممكن تنزلك لتحت م. والبحر ده قناة السويس هي جزء من البحرين م. مش بحر واحد مظبوط الفكرة في ايه ان احنا معرضين لتقلبات الاقتصادية وكهيئة قناة السويس أو كقناة السويس دايما ممكن نكون الضحية وممكن نكون الفائز <applause> يعني مثلا في أزمة كورونا وأصبح الاقتصاد في ناس وقفت مراكب وكده قل عدد العبور شوية ولو أن قناة السويس برضو عندها من السياسات اللي بيؤهلها أن هي تجذب خطوط جديده او خطوط غير مستخدمه للقنال م. بنظام الخصومات م. يعني مثلا حضرتك جاي من مكان لمكان عندك الحل انك انت تروح عن طريق راس رجاء صالح او تروح عن طريق قناه السويس لو راس رجاء صالح ارخص هو بيقول لك طب انت ارخص كام 20% 25% طب انا هدي لك ال 25% دول بس تعال عدي من عندي م. هو ما فقدش 25% هو كسب 75% مفهوم بالاضافه لانه المنطقه الاقتصاديه المناطق اللوجستيه حول القناه علت من قيمتها وعلت من الاستفاده منها. اكيد ولو ان هي طبعا لسه في بداياتها يعني إحنا كل اللي بيحصل في القناه دي دي مجرد بدايات لكن الـ 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 الواقع ان احنا عندنا يعني الامكانيات عندنا غير طبيعيه، الامكانيات عندنا ضخمه. يعني كان حضرتك عايز تقول ان احنا لسه ما استثمرناش كل شيء. بعيد جدا بعيد جدا 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 احنا في سنه اولى. م. وده مش اهانه لاي حد ولا بالعكس احنا بنقول ان احنا يا دوبك لسه بنقول بنبتدي نؤهل لان كل المؤتمرات اللي تمت وكل الزيارات اللي جت مصر واخرها زياره رئيس غرفه الملاحه الدوليه في مصر وكان في قناه النيل الاخباريه في قناه نايل تي في كان بيقول ان مصر فيها امكانيات ما تقدرش توصل لسقفها من كتر ما هي كتير وانا والكلام ده مسجل في, في في القناه هنا في التلفزيون آه ان البوتنشال ان الامكانيات موجوده ضخمه ضخمه ابعد من احلام اي حد في مصر يعني آه فطبعا احنا لسه لازلنا بنقول ايه يعني بنقول يا إيه هادي ان شاء الله خير آه يعني من سار على الضرب وصل وده شيء جميل انه يكون عندنا امكانيات كثيره طيله الوقت نكون حريصين على استثمار دكتور خالد من بين مزايا قناه السويس كمان اللي يمكن حضرتك تقدر تشرح لنا بخبرتك بشكل افضل انه التفريعه او القناه الجديده جنب المجرى القديم مع تطوير الاثنين طبعا اظن عمل سيوله وعمل عدم انتظار وعمل عبور لعدد اكبر وعمل اختصار لزمن المسائل دي فنيه حضرتك تقدر تشرحها لنا اكتر واوضح يعني بص حضرتك قناه السويس هي كممر ملاحي لها كثير من المميزات الفنيه ازدواجيه القناه انت بتزيد على المميزات الفنيه اللي موجوده م. طيب خلينا نشوف ايه المميزات الفنيه اصلا بتتمتع بها قناه السويس وخاصه ان لو احنا بنتكلم عليها مقارنه بكثير من الممرات اللي موجوده الاخرى او الطرق الاخرى واحد اللي قناة السويس هي قناة بلا أهوسة ليه لأن انت عند حضرتك استواء في مجرى المياه ما بين البحرين ودي ميزه كبيره جدا بتعاني منها قنوات اخرى سواء في التكلفه او الوقت يبقى في الوقت آه طبعا م. قناه السويس بتعمل للنهار في قنوات كثيره في شمال آه اوروبا لا تعمل آه على فكره في فتره الليل ما على مدار 24 ساعه عندك قناه السويس بتتميز بامكانيه التوسعه وده اللي حاصل في القطاع الجنوبي او اللي حصل في الازدواجيه سواء في العمق سواء في العرض سواء في الازدواجيه ودي ميزه كبيره جدا م. قناه السويس بتطبق جميع معايير السلام اللي موجوده فدي ميزه. عندك ميزه خمسه كمان ان جميع انواع السفن الحاويات اللي بتعبر من اسيا أوروبا بتعبر من قناه السويس بجميع احجامها. عند حضرتك رقم سته ان جميع انواع السفن الاخرى زي سفن الكروز او السياحه بتعبر من قناه السويس. عند حضرتك رقم سبعه بتتكلم على اكثر من 92% من سفن الصب الجاف وهي أكثر أنواع السفن اللي بتجوب العالم وليست سفن حاويات هي بتأتي في المرتبة الثالثة بتعبر من قناة السويس <applause> عند حيك رقم 8 ما يقرب من 62% من أنواع سفن الغاز بتعبر من قناة السويس كل دي مميزات فنية موجودة رقم 9 ودي نقطة مهمة جدا هي الخبرة المتراكمة على 153 سنة في إدارة القناة رقم 10 حياك هي إدارة القناة بشكل تكنولوجي ده اللي ماشيين فيه بشكل كبير في السنوات الأخيرة <applause> ازدواجية القناة أضافت حاجة مهمة جدا واحد حالات بتقلل من وقت العبور وده بيفرق سواء من عامل التكلفة سواء من عامل وصول البضائع للأسواق سواء من العمر على فكره عمر السفن اللي بتعبر لان حضرتك السفينه دي مركبه موجوده زي السياره لها ديبريشيشن معدل اهلاك موجود فلما بتقلل من الوقت انت بتزيد من العمر الموجود بتقلل من الوقود الموجود موجود بتقلل كمان من ما يسمى ب يعني الكاستمر هو ارضاء العملاء اللي موجودين او اصحاب البضائع المنتظره رقم اتنين كمان الازدواجيه دي عملت حاجه مهمه جدا والا وهي زيادة أعداد السفن اللي ممكن تعبر، احنا النهارده بنتكلم على 22 ألف سفينة، لو رجعنا سنتين بس يعني فاتوا في الوقت من الوقت نفسه بنتكلم على ده. 19 يعني بعد ما كان سفينة. أقصى عدد ممكن يعبر نظرياً 50 أفتكر النهارده ده ممكن يوصل ل 100 يعني دخلنا آه. في الحاجة أو مم. التسعين 90، فالحقيقة أنت بتضيف في التطوير كثير من الخصائص الفنية والملاحية للخصائص اللي بتتمتع بيها بالفعل قناة السويس، مم. ليه؟ علشان تحافظ على الريادة وهي يعني ما زالت وستظل هي يعني اكثر القنوات الملاحيه المناسبه والملائمه للربط ولخدمه صناعه النقل البحري العالمي كلها. تمام. هو السؤال التالي اللي لازم يفرض نفسه يعني بعد الكلام الجميل اللي حضرتك قلته يا دكتور خالد مطروح على حضراتكم وخليني اطرحه على المهندس محمد الاول لانه سؤال بيتقال في الشارع يا باشمهندس يعني اذا بعد ما قاله الدكتور خالد كله تعتبر نظرة إنه يعني القناة ما بين قوسين كده الجديدة ما كانش ليها لازمة دي نظرة سطحية خاطئة يعني مش كده ولا إيه؟ أكيد م. أكيد لأن القناة أدي أدي الدكتور خالد لسه بيقول كان في الأول أقصى طاقة للقناة في اليوم 45 سفينه مم. النهارده آه لسه التقرير برضه بيقول 89 سفينه مم. 90 سفينه مم. والطاقه الموجوده حاليا بتعدي 90 سفينه اعتقد ان هي 95 مم. او 96 على حسب مم. ولكن احنا لو كملنا بقى في التطوير القطاع الجنوبي وهو الاصعب أيوة. لانه ده منطقه صخريه صلبه لو كملنا في تطوير القطاع الجنوبي ووصلنا بيها لان هي هتوصل لكده ان شاء الله ان هيبقى في قناتين متز... متوازيتين آه. فلو كان لو كان ال... ال... التطوير ده هو هيتم ان شاء الله هو طبعا صعب واصعب بكتير من ال... من التطوير في القطاع الشمالي ولكن يوم ما يتم هيبقى عندنا قناه توصل تعدي على طول ما فيش بقى مشكله ما فيش كلام من ده. قناة السويس لما الريس قال إنها هدية مصر للعالم كان ما كانش يعني ما كانش بيجامل ولا بيبالغ بالعكس هو أدي لحضرتك مثل وبرضو آآ آآ تأكيدا لكلام دكتور خالد المراكب الكونتينر بتعدي على فيكس تايم يعني أوقات محددة مثلا لازم اكون في ميناء روتردام في اليوم الفلاني لازم اكون في ميناء جنوا اليوم الفلاني لازم اكون في ميناء مالطا اليوم الفلاني وهكذا لما انا بوفر له من الرحله 11 ساعه ال 11 ساعه دول بيسمحوا له ان هو ممكن ياخد الرحله بشكل كويس مش بس كده بتدي له الفرصه ان هو يزور ميناء زياده يعني انا دلوقتي اه انا عندي 11 ساعه المراكب الكونتينر بتشتغل على نظام الشباك او الويندو <متحدث> إن حضرتك مثلا جاي في مينا اسكندريه هتقف من الساعة 10 صباحا للساعة 5 مساء لازم تمشي خمسة مساء لأن في واحد تاني جاي بدالك بعديك. <متحدث> <متحدث> آه طيب لو أنا النهارده عندي الجاب ده مش موجود كمينة أنا هقول للسفن إيه تعالى أنا ممكن أستقبلك عندي جاب أستقبلك <متحدث> السفينة فأنا كمينا استفدت. <متحدث> السفينة نفسها بدل ما تروح مينا اسكندريه بس مم. لا ممكن تروح مينا اسكندريه ومينا دمياط ومينا جده مم. وممكن تزود عليهم مينا زياده مثلا هنقول ينبع او يعني طبعا مش مش شرط يعني لكن مم. انا انا بكلم ايه او مثلا ممكن تزور مينتين في مصر زي مينا في البحر الابيض ومينا في البحر الاحمر فانا بدي الفرصه يعني نقدر نقول عندها برضه فرصه للراحه نوعا ما مش الراحه باكتر يعني اصل المراكب دي مش لازم ترتاح لان طول ما هي ماشيه بتجيب فلوس لما تقف بس كمان ما هي هي راحه مع الوقوف في في موانئ اخرى ومزيد من الاحتكاك ومزيد من المعاملات الماليه اللي بتعيد الفائده على الجميع سواء على المركب او على الميناء ما بالظبط مزيد من المواني كمان يعني بدل ما مثلا في في الطريق بتاعي مثلا بدي على 14 مينا لا بقوم 15 مم. ليه؟ لان قناه السويس ادتني الفرصه ان انا اخد ال 11 ساعه دول ال 11 ساعه دولت بيأهلوني اروح مينا زياده المينا زياده ديت استفادت انا كشي... ك... ك... كخط ملاحي استفدت و... 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 واخدت بضاعه زياده كسبت والمينا كسبت تمام آه نفس السؤال مطروح على حضرتك يا دكتور خالد بس باضافه اخرى آه وبرضو بمزيد من الصراحه ليه الشارع المصري ربما يكون مش حاسس بعوائد قناه السويس بالاجمال طبعا قديمه وجديده رغم انه على سبيل المثال هي حققت العام الماضي او العام السبت. 2021 2022 آه اعلى عائدات سنويه في تاريخها وده كان حوالي 7 مليار دولار زي ما حضرتك اشرت آه الان انا ما اعرفش الرقم هل كافي هل الاقتصاد محتاج اكتر يعني ليه احنا مش حاسين بعوائد قناه السويس رغم ان هي بتكسب ومحقق الهدف منها انا هختلف مع قناه ده مش السويس. رأي انا بنقل آه، لحضرتك راي اخر طبعًا. احنا بنحاول نثير آه، الجدل هنا علشان نحط آه، نوصل للحقيقه آه، آه، قناه السويس لما توصل الى 7 مليار طبعا مم. احنا دائما بنتطلع الى المزيد مم. وده شيء طبيعي لاي دوله ولاي حد بيدير مرفق عالمي زي قناه السويس طبعا بنطلع ان 7 مليار بيزيد لكن زي ما حضرتك تفضلت واشرت هو اعلى معدل وصلته قناه السويس على فكره قناه السويس في تاريخها لغايه النهارده عد فيها اكثر من مليون ونص سفينه. م. احنا عدد اسطول العالم كله احنا يعني بنتكلم على ما من ال 94 الف سفينه. لما بنتكلم على اجمالي الايرادات اللي موجوده لا هناك زياده كبيره. هناك تطلع لزياده اكثر نعم. طيب نرجع للسؤال ليه الشارع ما بيحسش بالايرادات بي اللي موجوده القناه؟ الحقيقه القناه لعبت دور كبير جدا في ثورة 2011 وفي مواقف كثيرة جدا في الاقتصاد المصري هي بالعكس هناك مصادر دخل كثيرة توقفت أو تعطلت أو قلت في فترات وفي أزمات باستثناء قناة السويس اللي حافظت على فكرة على إرادتها وحافظت على ما تسمى بمصدر دخل ومصدر اقتصادي قوي جدا للدولة وسندت الدولة على فكرة في مواقف كثيرة وبالتالي آه هذا آه الإيراد اللي موجود هو بيعتبر من ضمن مصدر من مصادر عديدة هي اللي بتلعب دور في الاقتصاد المصري آه بيزيد مع مدار الوقت النهارده بنتكلم على 7 مليار هناك تطلع لزيادة هو ده السبب من أجل التطوير سواء كان من سبع سنوات في القطاع الشمالي أو حاليًا في القطاع الجنوبي وبالتالي هي موجوده هي اللي احنا بنشوفها بتستثمر في مشروعات في الصحه في التعليم، بنشوفها في الطرق، بنشوفها في مشروعات عديده داخل الدوله لكن يعني ضمن يعني حافظه واحده في الاخر وهي الاقتصاد القومي المصري. تمام باشمهندس محمد نقدر نسال السؤال بهذه الصيغه مبدئيا يعني. هل التطوير اللي حدث في قناه السويس الجديده او حفر قناه السويس الجديده؟ رفع تصنيف الممر الملاحي لقناه السويس بالإجمال عالميا بالتاكيد مش يعني بس مش رفعوا بس ازاي اولا طاقه القناه زادت عدد السفن اللي بتمر زاد دخلها بالتالي ده ده زاد لكن انا اقصد هل هل في تصنيف دولي <applause> للممرات الملاحيه هل في ترتيب لاهم الممرات هل هل ارتقى تصنيف قناه السويس في هذا الترتيب الحاجه الثانيه يعني قناة السويس أظن ما كانتش فقط تطوير ممر ملاحي لأنه كمان تم حفر سبع أنفاق أسفل القناة ثلاثة في بورسعيد وأربعة في اسماعيليه ودي أنفاق مخصصة للسكك الحديدية وللسيارات وأظن أنه ديت برضو أضافت ميزة نسبية للمشروع اللي تم في تطوير قناة السويس اسمح لي اقول لحضرتك اللي بيجرى حاليا في دهاليز غرفه الملاحه الدوليه اولا زياره رئيس الغرفه وتوقيع مذكره تفاهم مع رئيس هيئه قناه السويس في 9 مايو اللي فات واحد اكتوبر ان شاء الله هيجي رئيس البورصه البولتيك اكستشينج لزياره استكمال لهذا المشروع استكمال للزيارة الأولانية مم. في أثناء مؤتمر المناخ هيحضر وفد كبير من غرفة الملاحة الدولية وبكامل هيئتها علشان يدي الفيدباك بتاعه ويدي ارائه في كيفية تطوير المواني عموما وقناة السويس طبعا على رأس هذه المواني هي مرفق ملاحي هام في موضوع البيئة كمان وعلى اول سنة جديدة ان شاء الله في مؤتمر بحري عالمي هيتم والمؤتمر البحري دهوت ده هيكون برعايه غرفه الملاحه الدوليه وكل هيئاتها وعنوانه مصر اكبر مركز بحري في العالم ومصر مؤهله جدا انها تكون الكلام دهوت ده احنا بقى أن الكلام بنقول الكلام ده هوت من سنين طويله ولكن ما جاش وقته الا دلوقتي. الهيئات كلها على مستوى العالم، كل هيئات النقل البحري بدون استثناء. متفقه تماما مع المبدا اللي بيقول مصر مؤهله انها تكون اكبر مركز بحري في العالم. لو ربنا اكرمنا وتم هذا المشروع، حضرتك بتتكلم في 7 مليار رسوم قناه السويس دهيت هي. هيكونوا يعني مبلغ ضئيل جدا. بالنسبة للدخل اللي ممكن تحققه المنطقة كلها اللي هو بيقدر تمام. في حدود في حدود من 80 ل 100 مليار دولار في السنة بإذن بعد بعد العملية دي ما تتم فعشان كده بقول لحضرتك احنا لسه في سنة أولى احنا لسه بنبدأ في أول خطوة تمام فإن شاء الله الخطوات اللي جاية وبعد المؤتمر دهوت بإذن الله هيكون في هيكون في يعني تطور كبير جدا واستثمارات كبيرة جدا الوفد اللي جاي في السنة الجديدة هيجيب مستثمرين هيجيب مع هيئات هيجيب مع شركات ملاحة كبيرة في كل مجالات النقل البحري والتجارة الدولية في وفد ضخم هيجي علشان يعمل مؤتمر كبير وإن شاء الله سيادة الرئيس يحضر المؤتمر ده هو ويشوف ويتخذ قرارات وإحنا قاعدين على أساس إن إحنا نقدر نقول دي مصر إحنا أكبر مركز بحري في العالم والكلام ده التارجت بتاعه من سنه 24 لسنه 25 مش بعد 10 سنين يعني بإذن هم ساعتين باذن الله دكتور خالد انا ما اعرفش فاضل قد ايه الوقت الوقت مع حضراتكم مر بسرعه في هذا الحديث الممتع فاسمح لي اطرح على حضرتك يعني جمله من الاسئله احاول اختصرها في سؤالين او ثلاثه حتى لا لا نغادر نقطه مهمه تتعلق بالقناه مشروع تطوير قناه السويس او حفر قناه السويس الجديده كان جزء من تطوير القناه بالاجمال يعني اظن ان الاقليم كان مستهدف انه يكون منافس في مجالات عدة لوجستية وسياحية وغيرها وأظن أيضا أنه كان بيهيئ الفرصة لإقامة مجتمع عمراني على الطريق الإقليمي القاهرة بورسعيد يعني بيحد من الجهة الشرقية المجرى الملاحي للقناة أمام جزيرة البلاح وأنه المشروع ما كانش حفر قناة فقط قد ما هو كان تطوير مجموعة من الموانئ يعني سريعة من بينها آآ آآ ميناء شرق بورسعيد ميناء غرب بورسعيد السخنة السويس ميناء الأدبية ميناء السخنة الجوي فنعلق على المشروع بالنظرة الكل ده إزاي بص حضرتك مشروع تطوير قناة السويس هي رؤية الدولة ورؤية الدولة هنا بتتمثل في أكتر من محور المحور الأولاني هو ازدواجية القناة زيادة الساعة بتاعتها زيادة عدد السفن وده اللي ملاحظ في السنة المالية السابقة سواء كان في الإيرادات أو عدد السفن ده واحد اتنين هو ضم ست مواني بحرية سواء كانت على البحر الأحمر أو على البحر المتوسط بالنسبة لقناة السويس رقم ثلاثة هنتكلم على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودي نقطة مهمة جدا لأن حضرتك بتتحول إلى مركز لوجيستي عالمي بتستفيد من حركة التجارة اللي بتعبر من البحر الأحمر البحر المتوسط من خلال أنشطة لوجستية متعددة ومضيفة للقيمة وبتجذب استثمارات أربعة حيث بتربط ده من خلال شبكات نقل وخطوط سكك حديديه وطرق بريه لربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط على نفس المنطقه، وتربطها طبعا بالدلتا وبالعاصمه من خلال محاور رئيسيه، سواء كنا بنتكلم على البضائع او الركاب بيترابط معاها كمان رقم خمسه تطوير في الموانئ البحريه نفسها، سواء كنا بنتكلم على الارصفه في العين السخنه، بنتكلم على تطوير في ميناء بورسعيد، في ميناء دمياط، في بعض المواني الاخرى، اللي بتنشئ سواء كانت محطات متعددة الأغراض أو بتتكلم على أطوال أرصفة رقم ستة بتتكلم على العامل البشري وتطوير العامل البشري واللي بتهتم به الحقيقة الدولة في هذا القطاع الحي وهو قطاع النقل البحري رقم سبعة هناك مجتمعات عمرانية داخل هذا المثلث اللي موجود وبالتالي انت هنا بتعمل ما يسمى بمراكز لوجستيه متكامله سواء كانت انشطه بتتكلم على تكنولوجيا بتتكلم على صناعات بتتكلم على منافس بريه وبحريه بتتكلم على ربط داخلي وربط اقليمي وربط دولي بتتكلم على امتداد عمراني هي هي رؤيه دوله متكامله الحقيقه في كل القطاعات وكل الوزارات تطوير قناه السويس هي اساسي ومحوري في تكامل هذه الرؤية طبعا على مدى زمني محدد الي باخد من كلام حضرتك الجميل والطيب ده وبحييك عليه واختم مع حضرتك يا باشمهندس محمد بسؤال اخير وتلغرافي وارجو ان الاجابه تكون في حدود دقيقه عجبني من كلام حضرتك كتير لكن يمكن اهم نقطه المتعلقه بان احنا لسه في سنه اولى او بمعنى ادق المرتبطه بانه حضرتك متفائل بمستقبل القناه في انه يكون لها عوائد ماديه كبيره على مصر مستقبلا وفي القريب ان شاء الله في حدود عام 2024 زي ما حضرتك ذكرت. آه نظرتك المستقبليه ايه بقى؟ يعني عشان يكون مسك الختام بعد الكلام آه اللي قاله الدكتور آه خالد عن تطوير الدوله للمنطقه وللمحور آه ورؤيتها لهذا المكان. انا بس عايز اضيف اضافه صغيره آه للي قاله الدكتور خالد ان كل المشروعات اللي بتتم في محور قناه السويس دهيت ده هي. آه آه اهم ما يميزها هو ان هي ربطت سينا بمصر سينا كانت عباره عن مكان مهمل آه مرطع للخارجين على القانون والارهابيين آه وبالذات بعد 11 آه آه بعد 2011 آه فبالطبع ده هو آه ربطها آه خلاص يعني بقت سهله دلوقتي ان احنا نقدر نروح من سينا للبلد لمصر القاهره مم. فدي ده تطوير اولا سينا آه شبه جزيره سينا دي حاجه غنيه جدا مم. كان سياحه او تعدين او مم. حتى زراعه مم. وبنشوف فيها حاجات حاجات جديده بتطلع دلوقتي فبالتالي لا هي لا. قويه. الرؤيه المستقبليه لمصر ان شاء الله بعد اكتمال حقول البترول ظهر ونور مم. والحقول الجديده اللي بدا اكتشافها تمام. في البحر الاحمر بت... لما لو جمعنا كل ده مع بعضه بقناة السويس والمحور في مشروع كبير بخير آه كتير لمصر في المنطقة الشرقية هنقول بمنتهى البساطة كما قيل لأحد وزراء مصر في مؤتمر مم. لما انتم بتقولوا ان تراب بلدكم ذهب تبقوا بتظلموا بلدكم لان تراب بلدكم الماضي. ده مسك الختام وسعيد بيه وبشكركم شكر جزيل شرفتونا واسعدتونا وأنتعتونا المهندس محمد شيرين النجار استشاري دولي في النقل البحري ومستشار غرفة الملاحة الدولية في مصر شكرا جزيلا يا فندم ألف شكرا والأستاذ دكتور خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري شكرا جزيلا دكتور خالد شكرا لحضرتك والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة من وجه الصحافة على أمل اللقاء بمشيئة الله في الأسبوع المقبل دمتم في أمان الله وإلى اللقاء